ناقشنا في المقطع السابق كيفية إيجاد أو حساب مقدار قيمة الطاقة للإشارة، وكذلك كيفية إيجاد مقدار قيمة الباور، القدرة اللي فيها. وذكرنا في المقطع أولا كيفية تحديد أنه هذه الإشارة هل هي إشارة يعني في الضوابط المعينة اللي على أساسها ممكن تحديد أنه الإشارة أو تصنيف الإشارة على أساس أنه هي باور سيجنال أو إنيرجي سيجنال. هذا المقطع خلينا راح نناقش مجموعة أمثلة على كيفية تطبيق هذه القواعد، وكيفية أنه تحديد هذه الإشارة الحساب المطلوب لها هو حساب القدرة أم حساب الطاقة إليها. المثال اللي قدامي هسه هنا تحتوي على إشارتين، two signals. مطلب السؤال: determine the suitable measures، أوجد القياس المضبوط للسيجنالز التالية. يعني بالسؤال ما حدد لي أنه أحسب القدرة أو أحسب الطاقة، ترك الموضوع على الطالب على اعتبار أنه المفروض أنه الطالب يعرف الضوابط الأساسية أو القواعد الأساسية أو المحددات limitation اللي على أساسها أقدر أنه أصنف هذه الإشارة على أنها إشارة قدرة أو أنه الإشارة هي إشارة طاقة، وبالتالي أجري الحساب المطلوب له. زين، خلي أبدأ هسه بالسيجنال الأولى. السيجنال الأولى اللي موجودة هي بهذا الشكل، طانيها إشارة مرسومة معرف لي أنه باللحظة الزمنية، طبعا هذا الأكسس مال تي، هنا أنا عندي الإشارة هي جي أوف تي. باللحظة الزمنية أو باللحظة تي تساوي سالب واحد، طبعا السكند هذه الزمن هو عبارة عن سكند، فمعطيني هنا مقدار قيمة تي تساوي سالب واحد، مقدار قيمة من سالب واحد إلى الزيرو مقدار قيمة السيجنال مالتي اثنين، بعدها هي عبارة عن ديكي اكسبونيشالي، ومعطيني أنه معادلة الإشارة ضمن هذه الفترة هي 2 اكسبونيشال ماينس تي على 2. وطبعا هذه هنا مطيني اياها الشكل مخليها انه باعتبار انه مستمره الى ما لا نهايه. الفتره الزمنيه 0 2 4 6 وتستمر الاشاره مالتي للما لا نهايه. الاشاره الثانيه هي مطيني اياها اشاره بهذا الشكل مرسومه، قيمتها 1 ناقص 1، تتراوح ما بين انه هذا المقدار قيمه السيجنال هي 1، بعدين تتراوح للجزء السالب مقدارها سالب 1 للفتره الزمنيه 0 1 2 3 4 ممتده للما لا نهايه. نفس الكلام بالجزء السالب اللي هو سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة وممتدة للسالب انفينيتي. خلي أبدي هسه بالسيجنال الأولى، خلينا نبدي هنا شون الضوابط اللي على أساسها أحدد. السؤال الأول أو مفتاح الحل هسه أولا أنه كيفية تحديد أو تصنيف هل أنه هذه الإشارة هي باور سيجنال أو إنيرجي سيجنال. ذكرنا في المقطع السابق اللي هو من ناقشنا القواعد والقوانين اللي على أساسها أنه أنا أبدي بحساب القدرة والطاقة للسيجنالز، ما هي الضوابط اللي على أساسها أحدد أو أبدي بتحديد أو تصنيف السيجنالز. زين، النقطة رقم واحد هسه لنا من أبدي بهذه الإشارة، أول خطوة أنه هذه الإشارة هي إشارة غير دورية، هذه أول نقطة أخليها في بالي. زين، النقطة رقم اثنين أنه طالما أنه أقول بالنسبة فور تي تقترب للإنفينيتي، أو بما أنه الإشارة عندما تي تقترب للما لا نهاية الإشارة ما تي جي أوف تي تقترب للمال الزيرو، وهذا واضح من الرسم من هنا أنه المفروض أنه هذه exponential decay أنها جاي يصير عندي مقدار النقصان بالإشارة، المفروض عندما تي تقترب للما لا نهاية مقدار قيمة الجي أوف تي تقترب للزيرو. فبالتالي يقول بما أنه أو عندما تي تقترب للما لا نهاية الجي أوف تي تقترب للصفر، إذن المعيار أو المقياس أو التصنيف لهذه الإشارة هو عبارة عن الإنيرجي سيجنال، وبالتالي القياس المناسب باعتبار بالسؤال طلب من عندي أنه أوجد السيوتبل ميجرز، إذن المعيار أو المقياس المناسب هو حساب مقدار قيمة الطاقة للإشارة. إذن أقول هسه مقدار قيمة بما أنه الإنيرجي للسيجنال تحسب على أساس هي عبارة عن تكامل لزائد ناقص ما لا نهاية للإشارة مالتي اللي هي جي أوف تي سكوير دي تي، هذا اللي هنا مقدار قيمة القانون لإيجاد مقدار قيمة الإنيرجي. أعوض بالتكامل مالتي راح يكون مساوي إلى أولا التكامل من سالب واحد للصفر، طبعا تكامل نسبة للزمن، فمن سالب واحد للزيرو الإشارة مالتي قيمتها هي 2، فبالتالي راح يصير هنا عندي مقدار 2 سكوير دي تي، زائد للفترة الثانية اللي هي من صفر للما لا نهاية اللي هي من هذه النقطة اللي هي هنا تي تساوي صفر للإنفينيتي، مطيني معادلة الإشارة هي عبارة عن الـ 2 إكسبونيشال ناقص تي على 2 الكل تربيع دي تي،
فبالتالي راح يكون مساوي إلى تكامل من سالب واحد للصفر لأربعة دي تي. هذا بالنسبة اللي هنا أنا راح يكون عندي زائد تكامل من صفر للمالانهاية لأربعة إكسبونيشال ناقص تي دي تي. هسه من أجل التكامل راح يكون هنا مساوي إلى هذه بالنسبة لأربعة في تكامل الدي تي دي تي التي من ناقص واحد إلى صفر. بالنسبة اللي هنا أنا راح يكون عندي أربعة وفر مشتقة الدالة مالتي باعتبار حتى أكاملها رياضيا، فراح يكون عندي ناقص أربعة إكسبونيشال ناقص تي من صفر للمالانهاية. هسه المفروض راح يكون عندي هنا أربعة، هذه هنا راح يكون عندي صفر ناقص ناقص واحد فيصير عندي زائد واحد، هذه سالب أربعة قوس. بالنسبة لهنا راح يكون عندي صفر ناقص واحد والنتيجة راح تكون مساوية إلى أربعة زائد أربعة والنتيجة راح تكون مساوية إلى ثمانية. هذا ما يتعلق بمن بالنسبة للسيجنال الأولى. زين خلي أنتقل للسيجنال الثانية حتى أصنفها أولا وأحدد القاعدة المناسبة إلها وآلية التصنيف. فهسه أول خطوة بالنسبة إلي اللي هنا أنا. أولا انتبه اللي هنا أنه الإشارة مالتي هذه بالنسبة للبي هي إشارة دورية. بما أنه الإشارة دورية النقطة الأساسية اللي هنا لازم أنتبه لها أنه أولا هذه الإشارة هي إشارة دورية، وهذا واضح من الرسم يعني أنه الإشارة ما تتكرر نفسها، يعني التصنيف بالنسبة أن الإشارة الدورية هي الإشارة اللي تعيد نفس الشكل مالتها بشكل منتظم تكراري ضمن فترة زمنية محددة. فإذا أنتبه هذه الفترة الزمنية مالتي، هذه هي زمن الدورة، هذه كابيتال تي زمن الإشارة مالتي واللي هو من ناقص واحد إلى واحد، بمعنى أنه مقدار قيمة الكابيتال تي هو 2 سكت، إذا الزمن التكراري 2 تي. أنتقل اللي بعدها فمن واحد إلى ثلاثة، من ثلاثة إلى خمسة مستمرة الإشارة هذه للإنفينيتي، إشارة دورية. يقابلها نفس الكلام بالجهة المقابلة أنه راح تكون عندي من سالب واحد لسالب ثلاثة، من سالب ثلاثة لسالب خمسة للماينس إنفينيتي. زين بما أنه الإشارة مالتي إشارة دورية، إذا هذا أولا تصنيفنا إلها هي باور سيجنال، أو بمعنى أقول بما أنه باللحظة الزمنية عندما تي تقترب للمالانهاية فإن الإشارة ما تي جي أوف تي ما تقترب للإنفينيتي، العفو ما تقترب للزيرو، ما توصل صفر، ما تقترب للصفر. فبالتالي إنه التصنيف مالتي إنه هي عبارة عن باور سيجنال، هذه إشارة المعيار المناسب للقياس مالتها وحساب مقدار قيمة محتواها من القدرة. زين هسه آلية حساب مقدار قيمة القدرة للسيجنال هي خاضعة للقاعدة انه مقدار قيمة الباور للإشارة مالتي باعتبار هي جي اوف تي، اقول الباور للإشارة مالتي جي هو عبارة عن واحد على تي، طبعا الليميت لعندما تي تقترب للإنفينيتي لواحد على تي، تكامل من السيجنال مالتي اللي هي ناقص تي على 2 الى زائد تي على 2 للإشارة جي سكوير اوف تي دي تي، وتساوي مقدار قيمة الكابيتال تي احنا حددناها ب 2 سكند باعتبار هذه، فأقول هذه 2 سكند. إذا حسب القاعدة هسه راح يصير عندي 1 على 2 تكامل الإشارة مالتي هي من سالب 1 إلى زائد 1 باعتبار من هذه النقطة إلى هذه النقطة، باعتبار رجع آخر دورة واحدة فقط باعتبار الإشارة مالتي تكرارية. النقطة الأساسية أنه لازم أوجد معادلة الواصفة علما لسلوك هذه الإشارة ضمن هذه الفترة. حتى اكتب معادلة هذه خط مستقيم التقاطع مالته بالصفر، فحتى اوجد المعادلة رياضيا ان المعادلة مالتي هي عبارة عن معادلة الخط المستقيم هي تمثل لي معادلة الميل، فبالتالي وكأنه جاي ارسم بهذا الشكل هذا المقابل على المجاور للمعادلة الميل مقابل مالت 2 باعتبار الاشارة تتغير من 1 الى سالب 1، اذا بيك تو بيك هي 2، اذا 2 على الزمن مالتها هو 2 1 في المتغير مالتي تي زائد تقاطعها بالواي اكسس اللي هو صفر، فبالتالي المعادله مالتي راح تصير 2 على 2 في تي يعني تي زائد 0 اذا تي، اذا هي تي تربيع دي تي، هذه المعادله مالتي. فهسه من راح اكمل هذه راح تكون هي عباره عن طبعا توفر مشتقه وتكامل، راح يكون عندك هنا مقدار قيمه بعد ما تعوضها راح يكون عندي 1 على 3، هذه هي بالنسبه لمقدار قيمه الباور سيجنال لهذه الاشاره. زين هنا فقط انه لازم اذكر ملاحظه، دائما القاعده اللي عندي انه الباور بالنسبه للسيجنال هي مقدار قيمه الار ام اس فاليو سكوير، يعني اذا اريد اوجد مثلا الباور مالت البي جي في حال كون انه مقدار قيمه الار ام اس معلومه اقدر اكتبه هو عباره عن الار ام اس سكوير، اذا من هذه المعادله اقول اذا مقدار قيمه الار ام اس هي تساوي لي مقدار قيمه الجذر للقدره مالت الاشاره، او بمعنى نقول اذا ان مقدار قيمه الار ام اس هي تساوي 1 على جذر 3 بالنسبه لهذا السيجنال.